واش المغرب فيه ماده؟ المغرب واش فيه ماده؟ وكان كنقولوا فيه ماده الكره كاع نشوفوا مهاجرين. واش المانيا فيه ماده؟ اوروبا فيه ماده؟ وعندي ولا المانيا فيها ماده مثلا بالنسبه للخدمه. انا كنشوف ناس بالخدمه اللي موجودين. انا في المانيا كنشوف ناس كينقصوا من الخدمه باش يرتاحوا. المغرب كنشوف الناس كيقلبوا على الخدمه حتى لا ما عندكش ساكنه كيساعدوك. كاين الدوله كتساعد، كاين الدوله تساعدك وتوقف معك وهذا باش تعيش حياه كريمه. ما بغاكش تخرج. السلام عليكم، بودكاست زيد ان شاء الله مع صديق والاخ مهدي. مهدي كي داير؟ بخير سي حمزه، مشرفين اخويا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. الله يحفظك. اخويا كعرف برلين. انا كنعرفك دابا، كنعرفك شي عامين ولا 3 سنين قبل كورونا. ماشي قبل الكورونا، من بعد كورونا. بعد كورونا نقول في وسط كورونا. وي كان في الوسط كورونا. شفنا شي 3 مرات واقيلا ما كايناش كاع. هاني هو داك الشيء بخير. الله يلا بخير. هذه مع الحياه بخير. المهم كيف العاده كنبدا في البودكاست ديالي هو كنسول الضيف شكون هو مهدي. عرفنا على راسك، تعرفوا عليك والضيوف تاعهم تعرفوا عليك. الو مهدي. مهدي من كازا. كازا البيضاء ولا كازا؟ كازا كازا النيغرا. سير على الله. ويدو كازا و زديت في كازا، كبرت في كازا، قريت في كازا، خدمت في كازا. هادي شي تقريبا شي 3 سنين باش جيت لألمانيا لبرلين بالضبط. فوالا دونك كي كانت الحياة في كازا؟ كي دازت الطفولة ديالك في كازا؟ بخير صراحة. كازا مدينة كتعجبني بزاف، مدينة اللي كتجيني بحال برلين. مدينة فيفونت، حية، و عندي فيها الصحاب بزاف، عندي فيها يعني قصص كثيرة، عندي فيها تجارب كثيرة، و فوالا مدينة كتعجبني بزاف، والمدينة اللي كان تقريبا كنمشي لها كل عام نشوف فيها الأصدقاء والأهل. بما أنك قارنتي برلين بكازا، شكون الأقرب إلى قلبك؟ شكون اللي زاي؟ كازا بس. واش كازا أنك راجلتي لبرلين ولا أنك عشتي فيها مدة طويلة؟ حيت هادشي مدة طويلة اللي فيها زعما، واخا كتجي لشي بلاد جديدة ولا كيبقى القلب ديالك متعلق بالسورتو العائلة والوالدين والخوت والأصدقاء وفوالا داكشي علاش. كيفاش كانت الدراسة ديالك في المغرب؟ شنو قريتي؟ شنو؟ أنا في المغرب قريت في واحد ليسي معروف في كازا، ليسي مولاي عبد الله. بعد ليسي قريت في واحد ليكول بوليتكنيك اللي قريت فيها 3 سنين، خديت ليسونس اوف مانجمنت في التسيير ديال الادارات والتسويق والى اخره. من بعد درست الماستر في الانستيتيوت ستات. اوكي. خديت فيها الماستر، كنت كنقرا وكنت كنخدم وكنمشي الويكند باش نقرا باش ناخذ الماستر. كيفاش لقيت داك تخدم؟ كنت كنخدم من الاثنين حتى الجمعه. الاثنين حتى الجمعه. وكيفاش تخدم السبت والحد؟ السبت والحد كيفاش درتي ليه؟ شنو كنت كتخدم؟ كنت خدام مع واحد الملتي ناسيونال وصراحه كنت انا بديت الماستر يلا بديت فيه شي شويه وكنت دوس واحد لي زونتروتيان بزاف، كان واحد المصيب ديال كاستمر ريسيرش مانجمنت في حمتي ناسيونال. وصراحه ساعدتني ديك الماستر لانه خديت فيه شويه النالج وتختاريت وكنت كنقرا 2 جمعه، كنت خدم اوغيغ عادي، توقيت عادي. يعني كان عندك البيتشلر تقريبا بحال قلتي لك عندك البيتشلر ليسونس وخدام وكدير الماستر في نفس الوقت. الماستر انا كنت توفق ما بين الخدمه والقرايه. كتحط هدف بين عينيك بانك خصك تجيب الماستر، باسكو الماستر كيخول لك تاخذ مناصب عليا كيكون عندك الماستر.
حتى في لي سالير في المغرب ولا كنظن بصفة عامة ملي كيبغيو هاداك الشطار كيشوفو، كنظن في هداك الوقت معرفش دابا باقي دابا نفس القضية، كيشوفو ديبلوم لي ديبلوم اللي عندك، المستوى اللي عندك، باش كتولي بحال قلتي اليجيبل باش تاخد واحد السالير، اوكي. كتسمع كادر. دابا واش ما تقريبا نقدر نقول حتى لي سي في دابا مبقاوش مطلوبين بزاف. لي سي في لي سي في دابا الناس اللي كيشوفوك كيحطوك في ان في كيحطوك يوز كيس مثلا، فهمتيني، كتلقى لنا حل، اوكي كيشوفوا التفكير ديالك كيفاش كتفكر، فهمتيني، مابقاش اوكي داكشي السي في ديالك. دابا ولاو كيعطوك يوز كيس، دابا مثلا غير هنا في ألمانيا في المانيا في لي زونتروتيان كانوا كاتعني بزاف اليوز كيس، ماشي كيقولك قول لنا السي في وشنو قريتي وهذا، طيب هذاك الشيء دي موضة ولا شويه قدام شي شويه، حيت راك عارف دابا ولا اي واحد تقدر تجيب شي ديبلوم هذا، ولكن دابا انت واش تقدر دير شي حاجه ولا مش قدرت تحل داك المشكل اللي تقدر كاين تحل لك فيها. مشكل ولا المشاكل اللي كتعاني منهم الشركه، وي واش شوفوك واش عندك المايند سيت ديالهم، واش اوكي كتفكر بنفس الطريقه اللي كيفكروا بها هما، زعما اورينتد بروبلم سولفين و داكشي اللي انت كتبوه في السي في واش فيه عين حقيقي ولا لا؟ يقدر يكتب انه كيدير بروبلم سولفينغ ولكن هو في الواقع راه ما عندوش هاد السكيلز ها هذا، لانه فهمتيني. اكزاكتو هذا كيكتب كل شيء زين، هو هو ما شنو هو كل شيء واش فريمون هو عنده ديك العقلية ولا لا بصح. هذوك سكيلز. نرجعوا للمغرب، هو انك قلتي شنو قريتي في المغرب؟ يعني في الاخر كنتي بغيتي دير اركتكتشر ما صدقاتش. لا شنو ما قريتي؟ صدقاش، دونك درت ستاج، درت سولت بيان سور هذا، شكون هما اللي استاجرت مع العائلة ديالي، اوكي استاجرت مع الأخ ديالي حتى هو، وكنشوف زعما شنو من الحوايج اللي تقدر تقراهم ويخلوك دير اونكور شي حوايج، مثلا بحال دابا مثلا درت أنايا البزنس والماركتينغ وهذا، دونك هادو كيخليوك زعما تقدر دير بزاف الحوايج من بعد، تقدر حتى بغيتي تولي محامي تقدر ماشي مشكل، فهمتني. اوكي واش هادشي اللي قريتيه واش انت اللي بغيتي تقرا ولا كان واحد الانفلونس من العائله ديالك انك تقرا؟ واش داك فعليا انت داكشي باغيه لا ولا؟ انا كنت باغي داكشي، انا العائله ديالي غير صاتش معاها مع باش نستافد من التجارب ديالهم حتى هما، يا اوكي وناخذ غير ناخذ بوينت فيو واحده اخرى، فهمتيني. نقدر نقول واش العائله ديالك كان عاطينك واحد المساحه في انك تاخذ القرار ديالك ولا بس كانوا داخلين لك في القرار لا ديالك لا شنو كان دير شنو ما كاتبين، ديرش؟ لا لا انت كتشوف هاد القضيه ديال ان كنظن في المغرب عندنا القضيه ان بنادم بزاف كيدخل اللي حاول يدخل في ولادو شنو يديروا شنو ما يديروش، كمان كتشوف على حسب، على حسب العائلات وعلى حسب انت كيفاش كتشوفها اصلا انك تقول لوالدك شنو يدير شنو يقرا شنو ما يقراش؟ انا كتجيني زعما ماشي شي حاجه مزيانه، لانه يقدر داك الابن يقدر ما يعجبوش الحال، و حد الواحد ما كاينش واحد اللي كيعرف راسو من غير راسو، اوكي حيت والديك ما كيقدرش يعرفوك نتايا كيفاش، خاصة فغي هما مربيينك عارفينك وهذا، ولكن دري يعني انهم من الأحسن كيعرفوا الواحد ياخذ ياخذ قرارات بنفسه باش يحل مسؤوليته، احنا هادو من الحوايج اللي كيخلونا يعاونونا في المستقبل، وهو ناخذ قرارات بنفسنا، مهمة هاد النقطة هادي، لأن لا كنتي كتسنى والديك ياخذوا قرارات في راسك، المستقبل راه شنو واش شكون غيقرر في بلاصتك، دونك خصك واحد يكون تدرب من صغره ياخذ قرار بنفسه ولكن المشكل هو ويستفيد ان من التجارب ديالو. المشكل هو ان والديك ما عمرهم عطاوك ديك المساحه في انك تاخذ قرارات، وحتى لو كان القرار اللي تاخذتيه كان خاطئ وتصلحوه انه كيحاولوا هما تاخذوك جميع القرارات. كيجي واحد الوقت انك كتكبر صديق 18 ولا 20 عام باغي انك تجي حاجه باغي تقراها ولا باغي تجي اوروبا ولا شي حاجه ولا كاع كتجي لاوروبا كتلقى راسك ما عندكش هاد السكيل ولا هاد النولج كيفاش تاخذ قرارات، كتلقى راسك حاصل تماما. لا صح فهمتيني. صح جو قلت لك من الاحسن وهادشي اللي كنت انا اللي خلال غير التجربه القليله اللي عشنا في المانيا، كنشوف دابا مثلا في الناس في الاولاد ديالهم، ماشي غير في المانيا، خدمت في فرنسا، خدمت مع شركات اجنبيه، هاد الحوايج اللي زعما دوماج كنفتقروا ليهم، وهو الحس بالمسؤوليه وخلوك تفكر راسك وتقرب نفسك باش تستافد وتتعلم من خلال القرارات والاعمال اللي كتقوم بها بنفسك، ماشي راه دير انت بحال هكا وراه حنا طرينا بحال هكا وكان بحال راه كنوفروا عليك الوقت الفلوس الوقت كذا. الفلوس، لا كناخذ كنظن بان الواحد الا ما غلطش بنفسه عمره ما غيستافد، حتى غلطتي
بنفسك كتنساش كتلقى كتنساش انك كتعلم منها. اكثر حاجه كتعلم منها هو انك الاخطاء اللي درتي نتا راسك. وان لما كتكون صغير وانت كتعلم انك تاخذ القرارات راه طبعا غتاخذ قرارات خاطئين هكذا، لا يعني انك راه نهايه الحياه انما راه تخطي قرارات خاطئه وتصلحوا. صح ولكن كتستافد بزاف ديال الحوايج. صح كتولي بحال قلت لي نقدر نقول لك كتولي عندك واحد الحكمه في اتخاذ القرارات ملي كتكبر. يعني كتولي تعرف واش ندير هادو ولا ما نديرهاش. بحال شحال من كتلقى كيسولك ولا كيقول واش ندير هادو ولا ما نديرهاش، كتلقى في عمر صعيب 30 عام كيسولك واش يدير. وهاد القضيه تقدر تاثر عليك في الخدمه ديالك، تقدر تاثر عليك في الحياه ديالك الزوجيه، تاثر عليك بزاف الحوايج انك ما عندكش القدره انك تاخذ قرار. وحنا كنظن في اليوم خصك تاخذ بزاف ديال القرار، من واش نشرب القهوه بالحليب والسكر ولا حتى الناس، يعني نهار كامل خصك تاخذ قرارات. ولكن شي قرار خصك تاخذهم بسرعه، ما عندكش اليوم الوقت تفكر تحلل وكذا. يعني ملي كيجي خصوصا ملي كيجي لاوروبا ولا المانيا عندك بزاف الحوايج وخصك تاخذ قرارات بزاف دقه واحده. بصح فانت اصلا ما عندكش، ملي كنتي صغير امك كتقرر لك، باك كيقراك في المدرسه او سيرك كيقرر لك الخدمه، كانوا هما كيقراوك شنو غدير. كتجينا والمالي خص كيبغوك انت تقرر، حتى في المدرسه هنا في الجامعه داكشي كتاخذ انت كتقرر شنو باغي تقرا، شنو هما المودولات اللي باغي تقرا. علاش انا مؤخرا غير مع الشركه ديالي الحاليه مثلا كانت واحد السيده سولت واحد السؤال، سولت سؤال من عند الشاف ديالي، والشاف ديالي جاوبها قال لها هذا مهدي ولا خصو يخذ القرار. وهي مالها هي فرنسويه شنو العقليه التشكيليه الفرنسويه العقليه التشكيليه. دابا هي فرنسويه مرحانه بحال هذا، راه كاينش فرق كبير ما بين الفرنسيين والمغاربه، حيت راه قرب منهم بزاف الحوايج. يعني الثقافه كتشوف التفكير كي داير، يعني قرب بين التفكير على هو جبنا راه هو خصو يقرر كيعطيك المسؤوليه، كيعطيك المسؤوليه وكيعاونك باش وكيثيق فيك انك غتاخذ القرار الصحيح. صح بصح علاش حنا معلاش في شركات في المغرب؟ لانك درت ثقه فيهم في البودكاست وشحال هذا في القضيه ان الفرق ما بين الخدمه في المان والخدمه في المغرب. يعني حنا كنظن هنا في الالمان انا ما خدمتش في المغرب، ما خدمتش في المغرب يعني شي خدمه في شركه ولا شي حاجه. يعني هنا كتدخل تخدم اولا كيثيق في المهارات ديالك، كتقدر كيثيق في القدرات ديالك، وكيعطيك مسؤوليات وكيتسناو منك انك تحمل المسؤوليه ديالك. هضرني شويه على كيفاش واشني في المغرب ولا ما كاينش. وصراحه كيف ما قلت لك كيف ما قلتي كنا هضرنا شحال مره على تجارب هادو. مع الاسف من خلال التجارب ديالي الخاصه كنحكي تجارب خاصه ديالي ما نقدرش نعمم، ما لقيتش هادشي. ما عرفتش علاش، واش مشكل ديال التقارير عادات افكار تعليم، يقدر يكون تعليم اللي هو ما قراوناش هادشي كيفاش ناخذ نتحمل مسؤوليتنا وكيفاش نقرروا حنا كندوا على قرارات. ما كانش هادشي، كان خصك ديما خصك الشاف ديالك هو اللي يقرر ولا هذا. الوغ كو مثلا من خلال التجربه ديالي الحاليه كيخليوك انت تقرر تحمل مسؤوليه، وحتى الا غلطتي ماشي مشكل، كياخذوا هكاك ليرنين صافي، قيد هكا ليرنين ولا تيك واي باش مره اخرى باش حتى التيم تا هو يستافد منها. ماشي مشكل دابا حنا المشكل ديالنا بحال كناخذوا غلط بحال نهايه العالم، واش غادي يوقع غلط هو كل اصابع كتشيك انت انك انت هو الوحيد كيسال انك انتم كلكم تيم. وحتى في المغرب اخوتي شي قرار هذا كلشي كيكون راه مهدي هو اللي دار هذا الشيء، وهذا ماشي راه حنا از تيم ولا كلنا خدينا هذا القرار وتشاورنا وقررنا، لا راه هو اللي بغى يدير هذا الشيء وعجب فرنسا راه بغى يدير فيها بطل ماشي لا كيما درتي وحنا ماشي راه خدا مثلا مبادره كيتعلم ولا بغى يدير واحد التجربه. علاش هاد القضيه ندير واحد التجربه ونستافدوا منها، لكن خافوا نتصيدوا على هاد المراجع نتصيدوا ولا الديربينا ولا ما عرفتش علاش. ممكن يشربوا من الثقه بينات الكوليك الخدام في الشركه، ان نقدر نقول له شي كيحفر لشي. وهاد القيطع انك كتخاف من الخطا كيخلي بزاف الناس ما يديروش المشاريع ديالهم خاصه. يعني كل خاف انه يقدر ان عندنا المجتمع نظره ديالو شويه قاسحه، يقول لك واه شتي قلنا لك دابا كاين بعض الناس جالس بحال هكا جالس فواحد البرج هو الحكيم كيتسنى كتغلط. نقول لك عندك صح هادشي عشتو انايا وخدمت بزاف في الشركات، خدمت في ميتي ناسيونال، خدمت في الشركات ديال العائلات مايش كار اكسترا، ويعني عاشرت العقليات كثيره وهذا مستويات كثيره. كيفاش كانت الخدمه في المغرب؟
و خدمة في المغرب. عطينا اليومي ديالك فاش كنت من كتدخل حتى كتخرج. ما كانش واحد شان كان كوميونيكاسيون كانت قليله، كوميونيكاسيون كوميونيكاسيون قليله بزاف اللي عشت انا، ما كاينش واحد التحاور بزاف ونريحو نتناقشوا في ليبوك ديالي ما في ذاك الوقت ديالي. نقدر نقول لك بدات دابا ما كانش نفس المشكل اللي كنظن يقدر يكون نفس المشكل. انا كان كانش بحال مثلا واحد الشركه قبل من الخالي كتخدم فيها في المغرب، كان خصك تصيفط بحال مثلا المدير ملي كتسالي مثلا سي بريزونطاسيون ولا شي حاجه، خصك تصيفطها للمدير باش يفاليدي راه يقول لك اوكي، ولا باش تصيفطها للكليان زين ماشي كي ما كيتيخش فيك. اوكي ضروري خصو يشوف هو يعطيك كاشي لك يقول لك صافي اوكي زين، ما كتشوفش انها عندها علاقه بالايجو ديالو هو. ممكن زعما انا هو الشاف، انا هو اللي خصني نبروفي ليك. ممكن ممكن انا هو الشاف اللي خصني نعطيك اوكي ولا لا، فهمتي يعني يكون كان داك الثقه نخليك في هذا تقرر راسك انت اللي بالك داكشي بيرفكت صافي صيفطو ماشي مشكله. غلطتي سمع لا فان دي مون ماشي مشكله، شي وقع حنا راه انسان كنخدموا على ضغوطات يكون عندك ديدلاين وهذا يقدر يوقع الغلط، ماشي لا راه صافي الكليان يشوف هادشي بعدا كنردو هادشي كنرجعو تاني. ما كنحفزوش بعضياتنا، ما كنثقوش بعضياتنا، ما كنشجعوش بعضياتنا، هادشي كتفتقدتو انايا و فوالا خص ضروري تصيفط للشاف وهذا ويفاليدي وما كانش كتعجبني القضية شخصيا. وكان وقع شي مشاكل وهذا وكان عمر بحال مدير ماشي يجري حداك ويجلس حداك ويقول لك وريني بريزونطاسيون جود جوب وهاند شيكس، ما كاينش موتيفاسيون كاع واحد سبيريت واحد سبيريت فهمتي توكسيك زوين يكون لا زعما كون كنا كنجلسوا عندنا وبحال دابا بريزونطاسيون باش نصيفط عليه ايميل نفس النوعية نجلسوا في شي اوبن سبيس وهذا ونريحوا ونوريو ونشربوا قهوه ونصاوب ونضحكوا ودي معاك ويجي معاك في الهضره على الجزائريه اش من الرجال ويفيدك ويزيدك هذا وصافي وتحس بالتيم وورك. ماشي زعما انت كدير جوب وصافي الشاف خصو يكاش بحال شي جماعه خصك تيجي ورقه يكشك باش يهضرك باش تمشي تقضي غير. ولكن كتظنش ما كتظنش ان هذه مايند سيت عندنا في المغرب يعني عندها علاقه يعني ماشي لكن تقدر تكون ماشي في المدير ديال الشركه، تقدر تكون في الاستاذ، تقدر تكون في البروفيسور ديال الجامعه، تقدر تكون في الاب ديالك، تقدر تكون اي واحد عنده واحد السلطه عليك شويه كيبغي يستغل ديك السلطه. قدرنا كنظن كانت القضية دابا عقلية عقلية عندنا وتقدر تكون مازال واحد كيبغي كيف قلتي انت كيبغي يمارس عليك ديك السلطة ويا وانا راه شاف وانا اللي خصني نسيني وانا شاف خصني نحس بانني انا راه كندير شي حاجة فهمتيني، الوغ كنت تقدر دير حوايج اخرين مهمين فهمتيني، علاش خصك تضيع وقتك باش تكاشي لينا فهمتيني. يعني المدير يقدر يدير لك كنظن كان يمكن هذاك الوقت يوظف شي حوايج مهمة كثيرة الخدمه درت انا خصو غير يقرا داك الشيء باش يقول لي اوكي يعني باش ما يستغلش ان هذاك السكيلز ديالو هو الوقت ديالو راه الوقت راه مهم، استغل الوقت ديالو ودير فيه شي حوايج مهمه كثيره ولا شاري النولج ديالك داك الشيء اللي كدير انت باش فاليدي عطيه لينا باش حنا نديروه. نو بحال داك اللي كيخاف هو يبارطاجي معاك المعرفه. هذه نقطه اخرى القضيه في المانيا، في المانيا صراحه انا في الخدمه كنهضر على الجيري في الخدمه كيبارطاجوا معاك المعرفه كطريح مع الشاف كيشرح ليك الصاد داك كلش تقدر طيح مع دير مع ميتينغز في ساعه ساعتين في الاسبوع وكفعليا كيمشي معاك ستيب باي ستيب كيشرح ليك واش هذه شنو هو الفكره شنو هو البوس ولا الشاف بحال انا في الخدمه كتدخل كيكون شي حوايج هو كيديرهم فهو كيعلمهم لك باش هو يدير شي حاجه واحده اخرى انت كتبقى دير هذوك صافي كيتيق فيك كتخليك انت كدير داكشي هو كيمشي صعب فهمتي هو كيدير حوايج اخرين ولا يديفلوبي راسو. بحال دابا انا هاد الشهر اللي كنخدم خدام فيه كيقول لي الشيف اوكي راه بغيتك واحد الوقت وصل لشي اللي كنديرو انا حتى لو هو لا خرج ولا شي حاجه على الاقل بعدا انت راه كدير داكشي اللي كندير انا كتحس به كيموتيفيك اصاحبي كتمشي للخدمه فرحان غتلاقى ما عندكم ميتينغ غتريحوا وتشربوا قهوه وكتناقشوا في الامور الحياه ماشي ضروري كلشي الخدمه 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 وما كنحسش بها اصاحبي شاف كنحسو عادي يعني عادي كوليك ديالك كل ما فهمتي ما هنا ما كانش ديك كنحس حتى في الجامعه البروفيسور ما كتحس بيه بروفيسور عادي اصاحبي راه عادي راه يقدر يريح مع الطلبه وماشي شي حاجه بروفيسور جي بي كارل عادي فهمتيني. في المغرب كنظن عندنا هذا المشكل ديال وكنظن مرتبط بنقص في الشخصيه ولا ضعف الشخصيه بصح ما عرفتش كيف يفكر الانسان بحال هكا الوغ الانسان باش كي ريكروتيك ولا كيجيبك باش تخدم معاه باش تعاونو ولكن قلتي انت باش يهنيك واحد لاطاش هو يمشي يدير حوايج اخرى جديده ديفلوبي راسو زعما باش الشركه تطور تطور يعني ماشي جبناك انت باش ما دير والو باش ما تعرف ما دير والو باش نخليوك توحل باش نعيطو للشاف
ولا يوريك ماشي تسمى راه هو عارف عليك. وانا كنت داك الوقت ياخد كنا داك نقدروا الايجو نديروا فيه ديالو. بزاف الحوايج، كراتي فين وصلنا بعيد. ما عرفتش علاش هاد الافكار مازال وهاد العادات مازال باقا، ودوماج كانوا هما اللي كيخليو الشركات باقيين معطلين شي شويه. اش معناش لي ستارت اب كبيره اللي تقدر بحال ابل ولا جوجل؟ اش معناتك كتقولش عندنا لي ستارت اب في المغرب كبار لي ستارت اب اللي ينافسوا العالم نفس العالم؟ ما كنظنش باقي كاين دابا شي ستارت اب. كنظن كاع البيزنس موديل اللي كنشوفنا في المغرب كوبي باس وصافي، كنشوف كي يحاولوا ادابتوهم اللوكال ماركت وصافي. مازال باقي ما شفتش شي كاين دابا تطور في شي مجال. كتلقى نبتات في المغرب جديده باقي والغرب كو خداوها منا، باقي ما كنشوفش، باقي ما شفتش ما شفتش. دابا حنا قلنا كتكون ما بين الخدام والبوس ديالو في الشاف ديالو في المغرب، نقدر نقولوا توكسيك ريليشن شيب في المغرب؟ وي بيان سو، على حسب. الا كان شي شاف ماشي منفتح ما كيبغيش يحفز ويساعد وهذا راه تكون توكسيك. يعني اوكي دير العلاقه ما بين الخدام بيناتهم، لكن ما بينك انت والشاف العلاقه واش كتشافوا لك كيعطي المثال. وي الشاف هو اللي كيعطي المثال، هو الليدر. فهمتيني؟ الليدر راه كيكون هو الانفلونسر في الشركه. وي ملي كتكون ديجا هو عوج، كتكون انت ليدر وكتعطي ليكزومبل، كيف قلتي انت عوج وما كتشاري ما والو، راه اللي تحس منك راه ما غايديروش بحالك. خصك تعطي الاكزامبل. الا انت عطيتي الاكزامبل ولا غادي الاكزامبل، راه الاخر اللي ما كيشاريش يشوف راسو بانه بوحدو غايشيري ماشي في واحد الانفايرمنت فيت ليه هو، دونك غادي يبان غايتورط غايتورط سواء ما يبقاش يحام راسو بكا في الشركه ويمشي يقلب على الشركه اللي كتشبل، ولكن فاش يشوف راسو بانه من الكالتشر ديال الشركه. دابا حتى الكالتشر عندنا قليل في المغرب، ما عندناش كالتشر ديال ستارت اب ولا شركه. فوالا كيقول لك مثلا الشركه وي هاف ا كالتشر، كالتشر ديال الشيرين وهذا، يعني كنبارطاجو مع بعضياتنا. ما كاينش هذا كنعرف ما نوريك شو هذا، ما كاينش هاد القضيه هذه. كنفتقدوها كثير، كنفتقدوها كثير. انا بعدا فتقت في الشركه. كيفاش كتخدموا؟ كيفاش كانت العلاقه ديالك ما بينك وبين الخدامه في المغرب؟ وي على حسب التجربه ديالك. بعض الشركات نقدر نقول لك كانت فلو ماشي مزيانه، كانت صعيبه، لان واحد كيشوفك جون. مثلا ديك الشركه اللي كنت فيها كنخدم فيها ونقرا الويكاند، كانت فلو فاش دخلت ليها حتى كان منصب مهم في الشركه وكان غير منصب واحد. فلو كان لقيت صعوبه لان كنت باقي جون والناس كيشوفوك جون كيبغوا مزيان، ما عرفتش كيبغوا يحملوك في الاول ما كيحملوكش. لان حتى واحد السيده كانت خدامه معايا كانت قالت لي ميدي راه عرفتي الشافه ديالنا، قالت لنا شوفوا ميدي شنو قرا من جا كيف تدار ليها تشدك البوست. وي عرفتي شنو قلت؟ شفت الشاف تقلب عليك بحال خليه يخدمها ودير لك اونكير. شكون هو دخون هذا؟ ميدي شنو خصك نساعدك باش هذا الا جابوك الشركه. كنظن انه دابا المشكله هنا فاش كي فاش كتركروت الشركه ما كيشوفوكش اساس بانك غتساعدهم. جبناك بحال لعاب الكره باش كيجيبوه بشي فريق باش يساعدهم، باش يطلع النيفو ديال الشركه، باش يطلع الفريق النيفو ديال الفريق، وباش يساعدهم عندهم واحد الخصائص في واحد لو كوتي باش يعاونهم فيه. حنا كيشوفوك مع شي انمي ماشي عدو. عدو شكيدير هذا؟ قرا خونا هذا كي داير ليه؟ كي داير ليه؟ حنا ماشي حق لك تخرج بوز كي درتي ليه؟ انا فقط انك اصغر منهم بعض السنوات ماشي مشكله. قريت وهذا تقاتلتي تقاتلت وبغيت نخدم معاكم وشفتكم شركه مزيانه وجابوا لي الناس باش نساعدكم. لا راه كيشوفوك انت راه ديك ماشي مشكله، راه كنت بغيت تعاونهم كاين داد مالوزمون كاين داد التفكير. وكنتي قلتي لي قبل ما نبداو يعني كان عندك الحلم ديالك في المغرب وكنتي تكون مدير شركه اللي وصلتي ليه في لاج ديال 30 عام. بصح كنت كنشوف راسي ديما انا باغي باغي تكون مدير، مش باغي نكون مدير، مي باغي نكون ليدر، باغي نكون اوكي قائد، نكون قائد، باغي زعما كيعجبك يعني تخدم مع تيم، يعني تخدم مع تيم نسير واحد الفريق لواحد الجول واحد التارجت. كيعجبني يكون عندي بحال تحط واحد التارجت ونوصل ليه. وصل ليه اوكي. وباش كتكون ليدر بعد حال كيكون عندك واحد التارجت، وداك التارجت اللي هو كتبغي خصك تخدم عليه فهمتيني مع التيم ديالك مع الفريق ديالك. الحمد لله ديما كان كيكون عندي هاد الطريق، ورغم المشاكل والعلاقات اللي كنت عشتها رغم ذلك كنوصل بانني
كندير بلاصتي وكنكسب الامل المحبه ديال الناس والثقه ديالهم في اللي ما كيكونش صعيب بطبيعه الحال. يعني الناس ما وسهل. يعني الناس كيكونش عارفك ما نحيل النقطه ديال ما كنفهموش علاش كياخذ لك انمي. يعني هذا اصلا ليش الحاره بحث هذه علمي يعني؟ خصك لها بحث علمي. هذا شو الدماغ علاش كيفكروا بحال هكا؟ مي رغم ذلك الحمد لله فهمتيني شفتو عندك الثقه في نفسك وكتاخذ بان هادو كدوني كفاريابل انهم ضروره تلقى فهمتيني الرود بلوكس زعما العراقيل وهذوك اللي يبغي ما يبغيش الخير ولا هذا ضروره تلقاه فهمتيني. قلت واحد النقطه مهمه اللي كنظن انها مهمه اللي هي الثقه في النفس. خلينا نهضر شويه على الثقه في النفس. شنو اهميه الثقه في النفس في نظرك؟ تكون ثقه في راسك. والثقة في النفس حاجة مهمة، هي اللي كتخليك توصل الأهداف ديالك وتواجه العراقيل وتواجه المشاكل باش تكون عارف العمل لي كاباسيتي ديالك مثلا في القراية ولا قريتي ودمرتي وهذا ومشيتي خدمة ولقيتي مشاكل ولا ما نجحش شي مشروع صعيب كدير بحال نهاية العالم. لا، خصك تكون عندك واحد الثقة في النفس بأنك باغي تثق في القدرات ديالك وبامكانك دير واحد الحاجه. يعني ما خصكش تخلي فين فهمتك ما فهمتش بغيت نقول لك. ولكن اللي بنوصل انا هو كيفاش الانسان يقدر يبني ديك الثقه في راسه. هذاك هنا فين بقى السؤال، ثقة في كيفاش النفس. تثق في راسك تولي لان كتكبر لا في المجتمع لا في داركم ولا في الدراسه لا في كلشي. ديما كلشي كيهبط كلشي كيهبط كلشي ديك اللعبه صعيب تبني ثقه في راسك لان اصلا كلشي ضد ديك اللعبه انك تكون ثاق في راسك. فانت تقدر تكون كتكون ثاق في راسك في صغرك، ولكن من كثر الاحباطات ديال الاهل ديال العائله ديال المدرسه ديال الاساتذه كدير شي خطا في امتحان يهبط بك الارض. يعني بحال قلت لك الا تكون عندك الثقه كيهرسوها، فكيفاش تقدر اصلا تكون واحد الثقه في راسك باش انك تقدر توصل لك الشيء اللي بغيت توصل له؟ و هي ما كانت قديمه خدمه على الذات وعلى النفس. فهمتيني الانسان باش تكون عندك ثقه في النفس خاصك تخدم على راسك بزاف الحوايج. شنو هما الحوايج؟ من ضمنهم مثلا خاصك ديما تطور راسك، تطور المهارات ديالك، ما تبقاش ستاغني في واحد المكان وكتسنى داكشي ينزل عليك من السماء. خاصك دير تجارب باش تستافد منهم يعطوك الثقه حتى هي. خاصك مثلا تمارس الرياضه تعطي وقتك الراحه، تعطي نفسك الراحه باش الانسان عاوتاني يكون واجد معنويا ونفسيا باش يواجه المعراقيل يواجه المشاكل وهذا وهذا. قصد حتى الانفيرونمون تا هو المحيط كيعاونك وكيشجعك تكون عندك ثقه في النفس. الاهل ديالك وخواتك تا هما خصهم يعاونوك باش تكون عندك ثقه في النفس. الا غلطتي ماشي مشكل، يقدر يقول لك يشجعوك يحفزوك برافو ماشي مشكل. الاخطاء سي زعما داخلين في الكافارياب باش الانسان يوصل للسكسس والتفوق. المشغل ديالك حتى هو الا خدمتي معاه وقعوا شي غلط وقعوا شي مشاكل خصو يحفزك ويقول لك ماشي مشكل. هذا يعني الانسان يلقى المحيط وكان هو حتى هو كيعاون راسو ما يخليش داك الشيء ينزلو لتحت. راه ملي كنت كتكبر تخدم في السياره كانت هنا بحال شي عضله زي فهمتيني. واخا الا خدمتي عليها وطورتيها تقدر كتطلع. الا لقيتي واحد كيحبطك وما كيشجعكش وانت كتزيد عاوتاني تحبط نفسك وخا انت باقي صغير. اما ملي كتكبر راه كتقدر حاجه اخرى كنهضر على واحد باقي صغير كتنزل عاوتاني. علاش كتلقى بعض المرات في شي بلايص ويسا ما خصوش عاوتاني يحط اهداف كبيره عليه فهمتيني. ماشي مثلا باغي ندير هذا وخصو كيف كنقولوا يمشي عاوتاني ستيب باي ستيب فهمتيني. مرحله مرحله ما ينقص المراحل وياخذ الحياه كبروسيس فهمتيني. وقع لك شي مشكل وقع لك شي اشاك ولا خذو كتجربه خذو كنجاح حتى هو الاشاك نقدروا نقولوا نقدروا ناخذوا نجاح فهمتيني. نقدروا تبعوا ناخذوا نجاح علاش لا. فشل تورا نجاح كي حنا اغلبيه ما كاينش واحد المحفز. يعني حنا ما كان عقلي ما كان حتى في الهضره دابا بزاف ذكرتي واحد القضيه كتقول عاودتي شحال مره هو المحيط ديالك انفايرمنت المحيط. شنو الاهميه ديال المحيط باش يطلع لنا واحد الانسان متوازن ونقدر نقولوا طايق في راسو وعارف شنو بعد. شنو الاهميه ديال المحيط؟ المحيط اللي كان محيط مزيان ومحيط ايجابي ومحيط كيحفز
راه بيان سور غادي غادي يخليك تطور ثقة في النفس وتزاد اكثر في اكثر. الا كان ام ديالك والاب ديالك والاخوات ديالك كيشجعوك دائما كيساعدوك باش توصل الاهداف ديالك، راه الثقة بالنفس ديالك كتطلع كتزاد فهمتيني، وكتعطي وكتبغي تزيد تفكر وكتبغي تزيد تقرا وكتبغي تزيد تعطي. اما الا كان شي واحد واحد تبغي دير بهاد القرايه اللي زربو ماتو امشي ديال المغاربه موجود شي موجود تريح في قهوه تريح اصاحبي فين غادي غادي راهو هذاك راهو شحيه ما قرا راهو تسطا فهمتي تسطا اش دار كاع اش دار كاع ماشي في الاخر ولا بنتي علاش بقيت قرايه في الاخر غير اش غتزوجي وهذا. المهم بحال الحوايج اخوك حنا عندنا كنبقاو متشبتين بواحد انا الثقافه طبعا نسميوها ثقافه عادات، ولكن هاد انت انا كنشوف ان باش تكون عندك ثقه في النفس من اهم الناس هما والديك. طبعا الحراج اش بديت لك انا بالوالدين والاخوات، ولكن لو ان والديك براسهم ما تيقنش في راسهم فكيفاش غيعطيوك الثقه في راسك وراسهم الثقه في ان المحيط ديجا حبطهم تما قبل منك انت. وإذا خصو يحاول يدور راسو بناس ايجابيين اصدقاء تما الا كان والديك وهذا واخا كيبقى والديك فهمتيني، تما خصك تفهم كيفاش كبروا المحيط. ماشي نقول لك يعني حتى هما كبروا في واحد الخطا ديالهم كيبقاو ويدك رغم ذلك راه يقولوا لك خطا، انما كنشوفوا حنا المحيط يعني هما تعاشوا ولا كبروا حتى هما دار بهم واحد المحيط اللي حبطهم فهم ما عندهمش واحد مهم كما كيقول لك فاقد الشيء الله يعطيه يعني صح. كيفاش صح. ولا حتى دوك صحابك اللي غدور تما يقدروا يكونوا كل محبتين يعني كيفاش تغت كيفاش تلقى نفسك خصك تلقى راسك كيفاش تلقى راسك خصك تلقى المحيط اللي هو كيناسبك وكيناسب الافكار ديالك وكيناسب الوجهه اللي باغي توصل ليها وكي المستقبل اللي باغي توصل ليه والاداء اللي باغي توصل ليه خصك تلقى هذاك المحيط خصك تلقى كيفاش تلقى وانت عايش واحد المحيط كله ضروري تلقى راه حتى الانسان يعني الانسان يقدر يخرج من المدينه كامله راقه يخرج من الدوله كامله تقدر تخرج من الدوله كامله تقدر تسافر مدينه اخرى تقدر دابا راه ولا الانترنت تقدر تبحث بطريقه بسرعه كبيره تقدر تلقى اصدقاء جداد تقدر تلقى جامعات جديده تقدر تلقى مدن جديده اللي كيوفروا لك داكشي اللي باغي توصل ليه نتايا هادشي كاين ماشي ولا دابا كنظن ولا ساهل دابا مابقاش داكشي بحال كيف كنا كنعيشوا حنا شحال هادي بالعكس دابا الانسان غير هو خصو يقلب خصو ضروري يقلب ويبحث ويتقاتل ويتقاتل ويشوف انا راه كاين طرق ويتكونيكت مع الناس ويخرج يجلس هنا ويتحاور مع هذا ويعرف هذا ويعرف هذا يكتشف ذاته فوالا خصو يبحث على ذاته خصو يبحث على ذاته واش تقلب على ذاته خصك تقلب عليها انا لما قدرتيش دير شي حاجه تاعها ما يدير لك شي حاجه من الاخر داكشي اللي كاين ما يمشيش بعد واحد يجي يقول لك مهدي راه سير واحد البلاصه راه كاين فيها داكشي اللي كيبغيتي نتايا وهذا خص واحد يقلب خصو يقلب واش المغرب فيه ما يدار المغرب واش فيه ما يدار انا بزاف ناس كيسولوا هاد القضيه ممكن انا ما عنديش معلومات زعما تجربتك خلال تجربتي انا كنلقيت على قليل المشاكل في الشركات اللي كنخدم فيهم انهم ما عرفتش ما انت كتبغي تعطي وكتبغي تفكر زعما المصلحه العامه ولكن كتلقى مالوغوزمون ناس ما كيفكروش المصلحه العامه كيفكر ذاته ولا كيفكر داك السالير ديالو ولا كيفكر يخبي المشاكل ديالو ولا الضعف ديالو ولا شد واحد البوست اللي هو ما عندوش المؤهلات ديالو خصو يبقى مخبي وما عرفتش ما حد الان ما بغاش تفهم ليا داكشي فهمتيش كاع الان باقي ما بغاش تفهم ليا انا هادشي مي كيبقى من خلال التجربه الخاصه ديالي. مي كنشوف دابا مثلا كاين ناس دابا ولاو كيخدموا في شركات المغرب كنشوف واحد ستارت اب اللي ولاو كيبدلوا طريقه التفكير وهذا على حسب حناش لقيت على السؤال واش المغرب فيه ما يدارهم فيهش ما يدار. انا بزاف الناس كيقول لك اودي واحنا قرينا عندي ما عرفتش شنو هو الدبلومات كذا كذا البلاد ما عطاتناش ما كاين خدمه ما كاين ما يدار بقينا نخرجوا بغينا نحرقوا بغينا نمشيو لاوروب تما كاين ما يدار كذا واش كتظن ان بلا ما يقدر يجي يقدر يدبر على راسو في المغرب يقدر ما يعيش واحد الحياه كريمه في المغرب بالدبلومه ديالو بالقرايه ديالو؟ ممكن على حسب كل واحد واش اللي كيحط كهدف في راسو حياه كريمه انسان الى كيحط في هدف ديالو شكون شنو باغي في الهدف كلي باغي حياه كريمه كلي باغي الصالح كلي باغي كيف دون عليه قبيله كلي باغي
طب باغي مزيان، باغي تدريس، باغي ما عندوش فلوس باش يقرا ولادو في بريفي. مدارس غاليه بريفي. كل واحد كيقلب. مثلا عندي واحد الصديقه ديالي مشات مؤخرا لكندا، كانت عندها نقص في هذا الشيء، اربعه الاولاد، كانت كتجي في المغرب حياه جد غاليه، فهمتيني، بزاف ما صعيبة. تقدرش، صعيبه. الحمد لله دابا كنشوفها مرتاحه نفسيا، وهذا الدولة كتعاون. لقات الدوله كتعاونها وهذا، وتعاون وليداتها باش يقريوهم ويخليوها تركز على نفسها واحد شويه، حتى الواحد باش كيدير الاولاد كين كيبقى سارسو كينسى راسو، وخصك تبقى مضارب مع الوقت، وعندك بزاف ديال التكاليف وهذا، وكتنسى راسك. فاش كتلقى الدوله كتعاون وكتهز عليك واحد الهم، الهم واحد الحمل. واحد الحمل، كتهضر راسك شويه، وحتى لا تهلطي في راسك، راسك تهلا في وليداتك، كتبان. تتبان فيك، وانسان تبان في الصحه ديالو. اما نرجع للنقطه ديال واش المغرب فيه شي حاجه، كيف قلت لك، على حسب واخا دابا كان كنقولوا في ميدان الكره كاع نشوفوا مهاجرين كي بيهاجروا كل سنه في جميع المجالات، ما لقاوهمش. يعني اول حاجه راه واحد كيبغي يفكر هي في بلاده، خصو يعطيها الافكار ويعطيها هذا، ولكن علاش؟ هذا سؤال كبير، علاش لحد الان مازال كنشوفوا في الناس تهاجر وتخلي بلادها وتخلي عائلاتها واخواتها؟ الهجرة في ما المغرب سهلاش. كنلقى من جميع الطبقات كيبغيو يهاجروا، اللي ربما الناس الأغنياء بزاف، ولكن كتلقى يقدر يكون دكتور ولا يقدر يكون انجينير شي حاجة ويبغي يخرج من المغرب، ماشي لأسباب مادية، يقدر يكون أسباب دين أخرين. صح، دين يقدر كيف قلنا يقدر يكون باغي يدوي في تيفون في الشارع مرتاح، ما يخافش لي يجي شي موطور يديه ليه، فهمتيني، أبسط الحويجة ابسط صراحة. الهوايه، يبغي يمشي مرتاح كيدوي مع وليداتو ولا مع امو ولا هذا في التليفون ومرتاح، ما يخافش، فهمتيني، مشي خصو للتليفون يمشي للتليفون ولا ولا الانسان اللي عنده ولادو ولا بناته واللي خايف عليهم خصو يدارو يديهم المدرسه ولا يجيبهم، ما عندش يعني يقول لك نفكر فيهم، يعني ما عادش، يعني ما عادش انا ما في كازا ما عادش صراحه. ان بنادم واش كاين الامن ولا ما كاينش، فهمتيني القضيه ديال حنا مؤخرا بطل كازا، اي نو، انا عندي خويا اللي كان في بطل كازا، وكنت كنخدم واحد من الطاكسي، وكان عندي واحد اللي جا كله مضروب كيشكي عليا، قال لك اودي مسكين. كان غادي في طاكسي، ولا شي واحد ودي ليه التليفون من الطاكسي، فهمتيني، وتبعو كيجري وطاح فين، ومشى التليفون ومعربط وكيعاين وكيسب قال لي ودي شي اربعه مرات وما كيديه ليا. ندير يعني بلا كنت ذاك انا من اهم الامور باش الانسان كنظن كاين خصمان فين يسكن وخصو ما ياكل وخص الامان، الا كانوا الثلاثه موفرين كتكون واحد الحياه اسهل، اما لما كان صحيح. اللي كان شي وحده فيهم ناقصه كتكون شويه صعيبه، فهمتيني، ورا هادو من الاساسيات، اساسيات هما اساسيات الثلاثه، الحياه، فهمتيني، باش كيف قلت انت العيش الكريم، راه ما خصك عندك واحد سكن لائق، ويكون عندك ما تاكل واحد وتشرب تاكل تشرب مرتاح، وهذا اذا ما كانش هادشي راه والامن. يكون الاجرام، يكون كنظن ان هاد الموضوع دوليا مؤخرا في المغرب، مؤخرا خصوصا مع هاد الازمات اللي ولا كيعيشوا دابا العالم كامل، حتى في المغرب اللي تا هو دابا كيعيش هاد الازمات بعد كورونا، بعد الناس فقدت العمل ديالها، احصائيات مؤخرا كتقول 800,000، تقريبا مليون شخص فقد العمل ديالو، راه عدد أرقام كبير، كبيرة صاحبي، عدد كبير، وكل ما كنقول مليون شخص، تقريبا مليون شخص، راه كل مليون شخص وراه عائله، يعني عائلة نقدروا نضربوها في جوج ولا ثلاثه، 3 مليون ديال الناس اللي عنده غا مجوج وعنده جوج ولاد، راه ثلاث ناس ولا هما أربعة الناس، بصح يعني فين مشكله كبيره. نتمنى الناس تحاول والدولة تحاول تخرج من الأزمات ويكون شيء. هو السؤال نفس السؤال اللي سولتك، واش المغرب في ميدتر، واش ألمانيا في ميدتر، أوروبا في ميدتر، وعن دول ألمانيا فيها ميدتر، مثلا بالنسبة للخدمة أنا كنشوف سؤال ناس كحالتي مجدو في ميدتر. فيها ميدتر بطبيعة الحال، فيها ميدتر نقول مثلا بالنسبه للخدمه، الخدمه اللي موجودين، انا في المانيا كنشوف ناس كينقصوا من الخدمه باش يرتاحوا، المهم كنشوف ناس كيقلبوا على الخدمه، الخدمة كنشوف ناس خدامين معايا كيقول لك انا معايا خدمه، انا 4 سوايع في النهار، كيبغي يخدم 4 سوايع، كلمة ما كبيرش عندك فول تايم، كيبغي يخدم ماشي خدام فول 40 تايم، ساعة في أسبوع، كيخدم 30 ساعة. خدمه مثلا شغل واحد هذا كيبغي ينقص خدمه وعايش بخير، الآخر كيبغي، وناس من غير كيخدموا 10 هذا ساعة خدمه صح. كيقلب على الكورفي وما كيلقاش، هنايا تلقى انسان تيقول لك باغي نعيش واحد التوازن،
نعيش بخير ناكل مزيان نخدموا نعيش وكيف فكر ولادو يجلس معاهم بعد الدراسه ماشي كيف فكر يجي يلقاهم ناعسين لا نخدم ونعيش ونعيش مع وليداتي ونجيب نمشي نجيبهم من المدرسه ونجلس معاهم نتعشى معاهم ونعسهم ونمشي نخدم عاوتاني وبخير يعني ماشي ما عندوش مشكل ديال الفلوس ولا مشكل ديال السكن عنده كلشي حتى الا ما عندكش السكن عندك راه كيساعدوك كيدوا لك تساعد كيدوا تساعدك وتوقف معاك وهذا باش تعيش حياه كريمه ما بغاكش تخرج تشفر التليفون ولا دير هذا زيني دونك تعيش كانسان في كرامتك وصافي تعيش في كرامتك هذا القريب في حدا في المغرب كان بزاف الناس كيخدموا 12 ساعه في النهار هنا الناس كتخدم 8 سوايع نورمالمون قانونيا مي كاين اللي كي دابا بزاف الناس بحال دابا خدامين شي حاجه كيقول لك ديما خدم انا 6 سوايع يعني كتنقصي شويه من الصالير كيخدم 6 سوايع في النهار ولكن راه باخر بالنسبه ليه هو كافيه ولا شكون اللي كيخدم كيقول لك انا خدام 4 ايام في الاسبوع يعني كيقول لي عنده الويكند فيه 3 ايام يعني الجمعه والسبت والحد باش انه يعيش مع وليده ويسافر عيش صاحب الحياه ما كيبقاش هو خدام حيت المهم مسكين كيبقى خدام كيخدم كيجي من الدار كتلقى عيان يدوش يتعشى غير ناس يعني مريح معاه ربما حتى ساعه ما شافهمش يعني ولادو كيكبروا حداه هو كاع ما عايش معاهم بصح كيشوفهم شو واش دابا تاع الشركه كتلقى فليكسيبل فهاد 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 النقاط علاش مشكل ما تخدمش 6 سوايع ماشي مشكل مرحبا بك تخدم 6 سوايع تخدم 4 سيمانات يعني كياخذوا حتى زعما كحق بالنسبه لك ولكن هنا صاد الدوله كتساعدك يعني الدوله حاطه قوانين للشركه يعني الشركه ما تقدرش تساعد ماطرها هادشي الدوله ماطرهاش يعني حتى في الخلاص انا الدوله كتدخل في داكشي يعني كيقول لك واحد المينيمو ديال الخلاص يعني بلا ما يخدم 6 سوايع خصو انا الحق ياخذ المره لو حملات خصو قسم الخدمه لولدات عندها الحق انها تريح واحد المده غير فاش كتكون حامله عندها واحد المده انت الا تخدم عرفش عندنا في المغرب ولا لا ما عرفش عندنا في المغرب مي كيقول لك وصلت حدا ما عرفش شهر السابع ولا السادس تحبس من الخدمه قدر الراجل حتى هو يحبس انا يوقف مع مرتو كاين اللي عنده من الولاد معايا واحد السيد خرج دابا كونجي كونجي باترنيتي ماشي ماترنيتي باترنيتي باش هو يجلس مع مرتو واحد شويه وهذا يعني الشركات كتفهم هادشي حتى الواحد يكون خدام معاك وكتفهمو وكتعطي هادشي راه اش ما عندناش حنا اصاحبي باش كيبغي يعطي كيبي ما عرفش انا بحال دابا انا ملي كتكون خدام المراه ولا الراجل كيكون ولده مريض يقدر يكتب في الشركه راه ولدي مريض ما نجيش يعني ما كيسولو جيب لنا شهاده طبيه ولا شي حاجه صافي مريض الدري كيبقى معاه فهمتي ولا كتكون خدام المراه وكيجي شي ميساج انا ولده مريض كتمشي تخرج من الخدمه عادي زعما ما كاينش لا شي وفي غاديه ولا نو كتفعليا كتخرج تمشي تزوده باش تريح معاه في الدار ولا لك امر ديال حاجه يعني كاين يعني كنظن حتى الشركه الدوله كنظن الدوله الالمانيه يعني الخدامه بحال قلت كيفاش نسموها يعني في ظهر الخدام يعني كتساعدهم يعني في 4 تنيمه يعني هنا في المانيا كذا يعني كتكون انسان خدام الدوله تعيا مساعده بيان سور خصك الدوله كدير اطار الدوله هي اللي كتحط داك اطار وكتنظم كدير قوانين باش ما تكونش عشوائيه كيكون الفوضى وكيكون شي باغي كلشي شي باغي كلشي كيكون التخربيق الفوضى وما كاينش النظام كل واحد كيدير داكشي اللي في راسو كيكون واحد الاطار كيكون واحد النظام كيكون كلشي غادي شاد طريقه كلشي عارف اللي عليه ولا ماشي عليه النظام والقانون بالنسبه للنظام النظام كيجي قانون هو اللي كيأطرو ولكن اطروا باش كل مادام يخرج على السطر والقانون كيتبع حدا مثلا في المغرب واحد الموضوع دابا راه باقي لحد الان اللي كنشوفو انايا باقي ما لقاوش لي حل ما فهمتش انا علاش لحد الان الدوله باقي ما لقاتش الحل ومخلي الناس كيضروا بعضياتهم بحال مثلا هاد لي شوفور بريفي بحال اوبر كان جا حل المغرب وجراو عليه ما عرفتش علاش ودابا الطاكسيات ولاو كتعداو الناس كتعداو الناس ما عرفتش ودابا انت هذاك التوراه كترزق الله علاش تعدى عليه ما بغاش تفهم لي انا هذا واش كيقول لك تحيدوا من الكليان شحال الكليان رزق الله انت يا واش هما كيمشيو كياخذوا لك من هذا انت هذاك شركه علاش دابا ما كنفهمش هو شركه دوله عطات اطار حلات شركه عطاوها روجيستر كوميرت اكسيتيرا وكيخلوهم يضربوا بعضياتهم الدوله ما كتدخلش ماشي كيفاش تبالي انا كيفاش كي اغريسيفون كيوقفوا لهم في الطريق كيهرسوا لهم السيارات ديالهم وهذو شركات اجنبيه اوبر كاع دخل المغرب حل على كازا كاع وقعوا لهم شي كبيره في كازا ما بقاتش اوبر كانت شي شركه دخلات وهذو ما خلوهمش يخدموا باقي لحد الان المشكل والدوله كتفرج
علاش ديروا قانون وهاد اوبر راه مزيان بحال دابا شي واحد خدام على طوموبيل يقدر بحال دابا يزيد بها السوايع اي سير يخدم كيخدم واحد عنده خدمه يقدر ديك اوبر فري عنده شي مشاكل ماديه بحال دابا العيد الكبير قرب يجي ولا شي حاجه خصو فلوس يعني طوموبيل يمشي يخدم اوبر عادي ولكن هنا في المغرب ما عرفتش يعني ديك اللعبه ديال وكانه مو طاكسي ما عرفتش اخويا انت بالك انا باقي ما بغيتش تسهل لي هو انت خدام كترزق الله انت وراه خدام كترزق الله علاش كتاخذ بهاد القضيه بهاد الفكره ديال راه كيحيد ليا كليان ما عرفتش انا نجو لالمانيا علاش علاش المانيا علاش هذه المانيا ماشي فرنسا ماشي هو المانيا انا كنشوفها كقدر جيت ك عند مراتي كزواج وهذا زيد بالزواج تمام انا وهو كنا كنشوفوا واش كان امكانيه نبقاو في المغرب وهذا لان كان عندي واحد الكادر مزيان كانت خدام مزيان وهذا اكسترا وصافي حطينا زعما لو بور اي لو كونتر زعما الايجابيات والسلبيات واللي هو يكون المصلحه ديالنا بجوج ديال المستقبل ديالنا وهذا وشفت بان المانيا راه احسن قرار احسن بلاصه تقدر تجي تعيش فيها زعما بصفه عامه ولا نو انا قالت خلاص مع المغرب طبعا قلت للمغرب احسن طبعا الحمد لله شنو يخليك تخرج من المغرب اصلا بما انك انت ديجا عندك واحد الكادر زوين وبخير وخدام مزيان ولا خيري شنو يخليك هو زوج ديالي انا كان صعيب تانتيغرا في المغرب حسب اللغه ولا حسب هذا بزاف الحوايج هو اللي خلانا يعني حاولت انتيغرا يعني كانت واحد الفكره وكان واحد البحث في هذا النطاق هذا ومن بعد قررنا يعني نقدروا نقولوا خرجتي من المغرب ماشي على قبل لك انت انما على قبل مرتك يعني انت ممكن تعيش في المغرب يعني عندك ممكن ما عندكش مشكل انك تبقى عايش في المغرب وتكمل حياتك في المغرب ولا كنت انت كان عندك واحد لا انا كان عندي واحد كان باش خرج كان عندي واحد السبب بحكم تجارب مع اصحاب الحسنات بغيت ندير الانطراج تمام انا كانت زعما واحد ما كيخرج من شي بلاصه ما كناخذوهاش كهذا ما ابديه اخذنا كانطلاقه المانيا وقدر الحياه ديالنا تستمر في بلاد اخرى وشوف في واحد كتب لي الله يكمل الحياه ديالو فهمتي انا ماشي غير تاخذها كانطلاقه ماشي ك ما صافرا كاين نهايه تبقى للابد بدايه احنا خدينا كبدايه بدايه تجربه بدايه حياه وبدايه كيفاش هاد القضيه انك قلتي لي المره ديالك لقيت صعوبه انك تانتيغرا في المغرب انت كيفاش انت واش لقيتي صعوبه انك تانتيغرا في المجتمع الالماني في البدايه في العام الاول نقدر نقول شويه لان كنت جيت في وقت ديال كورونا وفي وقت كورونا كان كلشي ساد وكان راك عارف اش كتجيب جديده خصك تقرا اللغه خصك تتعرف مع الناس خصك تندمج خصك تخرج تشوف وهذا وديك الوقيته كان كلشي مسدود وكان لي ماسك تبان ما كتشوفهم ما كتشوفوش شكون هو ما تعرفوش تقدر تلاقي مره اخرى ما يعرفكش زيني بحال السلام عليكم ورحمه الله تلاقي بك مره اخرى كنت كيتخلق داك داك الكونيكسيون مع الواحد ولا داك الشيء كان صعيب في الاول كان كلشي مسدود كان بحال مثلا لي صال دو سبور كان داك الشيء واحد العدد محدود ما خصكش تفوتو وهذا كانت صعيبه في الاول انا جيت في اصعب وقت نقدر يجي فيه واحد لوك داون جيت في اللوك داون انا جيت في شي الله حلوا الحدود يعني يلاه حلوا الحدود يلاه ينسي الله يقدر يسافر يعني الحياه ما بداتش غير السفر رجعت كما كان ديك الساعه كان السفر مسدود ممنوع الواحد يسافر كان غير الا كان حدا باش واحد بغي يلتحق بزوجته ولا دراسه ولا هي اللي جيت فيها انا ماشي مفتوح اوكي ماشي مفتوح لا ما كانش السياحه كان غير داكشي اللي كان كيسموه بحال قلتي لسبب معين مهم عندك سبب ضروري للضروره كيفاش جاتك المانيا يعني شنو تصور ديك المانيا قبل ما تجي ليها كان عندك شي فكره المانيا ولا جيتي ليها قبل ما تجي صراحه كانت وي الفكره كانت المانيا هو المعقول قلتي المعقول كانت عندي هذه الفكره لانه باقي العقل كانت ام ديالي عاشت واحد التجربه مع المانيا ام ديالي كتكلم المانيه شويه وي هذه معلومه جديده ديالي كنت وتنا سبحان الله عمري في حياتي كنت خير نجي المانيا
مي كان واحد لو فيل، كان واحد واحد الخيط ديال الامانيه في العائله كيدور. واش موك جات انا عاش في لا لا قرات في الليس الام ديالي في الثانوي المانيا. كانت دابا كنهضر معاها بالالمانيا شويه 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 ضروري طبعا الحال ما يكونش عندها المستوى اللي انا براسي راه باقي ما كنهضرش الماني مزيان. ديك الماني اخر ديك الماني وقتها، ولكن واحد ما كيدير يحط في راسو في شي حاجه يوصل ليه. دونك هي هذه كانت وقت الحمد لله تانتيغريت وهذا وصبرت، وفي الاول كانت واحد شويه الصعوبات الحمد لله بشويه بشويه قريت اللغه في واحد المدرسه، وديك المدرسه كاع كنت تعرفت عليهم الخدمه ديالي. كنت درت واحد درت واحد كنسميوه في المغرب اوتو انتربرونور، واحد كيفيربا وخدمت بها واحد شويه باش زعما نتعرف على الناس وهذا. كنت درت واحد الويب سايت ديالي راه كتعرفوه هذا، يعني خاصك خصو يدير شي حاجه زين، خصك تقلب على راسك، خصك دير شي حاجه وصافي. مي الحمد لله بشوي بشوي حتى كتلقى راسك في واحد في المجتمع. وكيفاش قلت لك اسمح لي قطعتك، قلت لك كان عندي فكره على المانيا وهو المعقول والناس هذا، وبغيت نحكي على الجبل الام ديالي. كان شرات واحد كنسميو واحد تيرمو ديال القهوه في المغرب، كان في المغرب وكانت تهرس ليها الوالده، وكانت قرات بانه لو وقع لها شي حاجه في هذاك التيرمو تصيفطو ويصوبوا لها بعد وصيفطاتو لهم، والتيرمو كان مصوب في المانيا وصيفطاتو لهم في المانيا ورجعوا صيفطوا لها واحد جديد. هي باش حنايا عشنا تجربه ديال الناس المانيا معقولين فهمتيني. قلنا لهم راه فوالا هاد الكاس راه مثلا التيرمو ديال القوار طاحت تهرس لينا، صيفطنا لهم صيفطوا لنا واحد جديد. يعني ما سولوكش علاش وكيفاش، شوف هذاك الناس معقولين وثقه وتهرس لك حاجه ماشي مشكل، يعطوك واحد جديد. كيثيقوا في الشخص الاخر كيقول صح، كيثيقوا فوالا كيثيقوا فيك انه صريح، انه صريح علاش كيكذبش. هذا راه باغي نصب علينا هذا اللي كيبان لك التفكير، طريقه التفكير كيدير يعني طحلي ترسل ليه خصني نصبط لواحد جديد. يعني نقدروا نقولوا هنا كينطبقوا ديك المتاخر، انا بنادم كيهضر كيقول صح، هنا كنطرقوا بانه كيهضر كيكذب، كيقدر كيكذب وباغي يدير لنا شي حاجه في عيني شي بلان انا ودينا الترموز. دونك هذو الافكار كانت على المانيا ماشي معقول وهذا دونك داكشي علاش عرفش اقدارتها وبقاتني في المانيا. يعني ما كانش مخطط، ما كانش بلان، ما كانش تقول واحد النهار غنمشي لالمانيا باغي نمشي كيما حد في المانيا، غير جات صدفه. ما كانش عمري في حياتي ما قريت المانيا، انا عمري ما كان عندي شي توجه الماني. يعني اش ما كتكونش عندك اللغه، يعني ما كتشوف الاذاعه الالمانيه، ما كتبع لا هذا، يعني ما قدرت ما عارف والو على المانيا. يعني كان عندي واحد انطباع واحد الفكره انهم ناس معقولين، وعندنا واحد الفكره عليهم انهم حتى في الخدمه ديالهم معقولين. كتشوف داكشي مثلا في الكواليتي ديال البرودكت ديالهم، كتشوف داكشي صحيح وهذا، يعني ناس كيخدموا معقولين وحتى في الاطور ديالهم وكتلقاهم مطلوبين في العالم كامل. الماني تلقى مطلوب في شركات في العالم كامل، يعني هما كيقولوا مقولين كيديروا شي حاجه كيديروها على حق وطريقه. من جيتي هنا الماني كشي كنتي كتصور وكتخيل الماني، هو لقيتي ولا لقيتي كيفاش لقيتي المانيا؟ ولحد الساعه الحمد لله انا والمانيا ما يمكنش تصنفها بتجربه خاصه ولا باشخاص معينين فهمتيني. انا كتبان لي المانيا بصفه عامه، ولا نقدر ندوي على برلين، وسافرت بزاف ديال المدن في المانيا، مي كيجيني لو كادر ديال الحياه والاطار الحياه زعما في المستوى وزوين، وما كاينش انسان يقدر يكون عنده صدر عادي، الناس الطبق المتوسط اللي كتعيش بخير، الناس كدير داكشي اللي بغات، الهوبيز ديالها كيديروا داكشي اللي بغاو وبخير مرتاحين، وكتقومش معصبينش بزاف زعما منظمين. كيجي كل واحد يكون منظم منظم حياته كتبقى شنو ما كتلقاش انه مشاكل ولا معصب بزاف حياته، واحد يكون منظم كتلقى طاف عارف شنو خصو يدير، شنو خصو يدير في نهارو، شنو خصو يدير في سيمانتو. ولكن ما كنتش انا النظام ربما كيكون شويه بزاف، ف
يكون شويه روبوتيك، يعني يكون بحال عايش بحال كنا روبوت. يعني نقدر نقول شنو، يعني شنو الايجابيات اللي، شنو الحوايج اللي يعجبوك في المانيا؟ لان انا غادي نجي شنو الحوايج اللي ما عجبكش في المانيا. واحد اللي عجبوني، الحوايج اللي عجبوني و فوالا، الناس كيجوني معقولين، معقولين ايه ايه كيجوني زعما صافيين، كيتيقوا فيك وهذا. شو بحال مثلا، غير بحال في لي مويان ترونسبور، ماشي بحال فرنسا كتقلي بارير، فهمتيني؟ غاجي وطلع التران، يعني كيتيقوا فيك، فهمتيني؟ ماشي بحال كاين بارير، كاين الثقة. شو بحال مثلا مترو ولا كاع وسائل التنقل مثلا في المانيا، ما كاينش حيط ولا باريه ولا شي باب خصك تدخل باش تطلع، تدخل عادي ديري ما جيتيش كتطلع ديري، ما كاينش خصك تخلص اوبليجي ولا، يعني كيتوقع فيك راك مخلص التيكي ديالك، كتدخل فلوس معقولين. هادشي كنشوف الناس، فهمتيني؟ قد الناس كيقطع التيكي ديالو هذا، حتى في لي كونترول ما كتلقاهمش قلال، الناس كيتيقوا تيقين عندهم شي كابل فيهم تربيه، طلعتي في خصك تخلصو صاحبي، فهمتيني؟ راه يمكن شي زي زيني طلعتي ترا على شي طوبيس ولا شي حاجه، شي طوبيس واخا تكون غمحطه، واخا تكون غمحطه غادي يخلص، فهمتيني؟ ما عندهمش ديك القضيه ديال نسلت، اكيد جا القضيه ما جابني حد نسلت، يعني تلقى الثقه، يعني تلقى الثقه، ربما الثقه وحتى القانون، لان ملي كي 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 القانون كيطبق على كاع الناس، فهمتيني؟ صح عندك الصحه، القانون كاين الثقه، و ما عرفتش كيفاش هاد فهمتيني الثقه ما بين الدوله وسميتو والشعب ديالها. بصح كان الصرامه في القانون وهذا، يعني الصرامه ما كيبغيش يخليو شي، يبغي يخليو يفكر بحال وهذا، بحال كنقول الماني الناس بحال هكا، راه خاوك كتلقى ضروري شي ناس ضروري كاين حالات وهذا، مي بصفه عامه فهمتيني ايجابيات اكثر من شنو هو السلبيات؟ السلبيات عرفت كيف غادي تقول، ولكن شنو هو السلبيات؟ السلبيات هو أول حاجة نقدر نبداو بها اللي كلشي كيتفق عليها، راه هي الجو. يعني ما كتشوفش الشمس، بزاف مقارنة مع المغرب، حكم أنا جيت من المغرب وهذا، كتلقى راك عارف عندنا غير جوج فصول في المغرب، كاين الشتا والصيف، ما كاينش ولا الجنوب راه الصيف. شوف شي طول العام هنا كتعيش ربعة الفصول كاملة، حقا وطريقة، فهمتيني؟ ما كاينش حقا وطريقة، ربعة الفصول كتعيشهم، يعني خصك ربعة الأنواع ديال الحوايج. المغرب عندك جوج أنواع الحوايج، الشتا والصيف، الجنوب وحدي. دونك واخا هكاك، ولكن فلو كانت صعيبة، أنا ما كنتش كنت خير بحال باغي يطلع معايا الحال مع ربعة العشية، فهمتيني؟ ربعة العشية الظلام الليل، فلو كانت صعيبة، ولكن مع الوقت الانسان تأقلم، كيتانتيغرا، كيتأقلم، تيخدم، كيعمر وقتو، كيدير الهوايات ديالو، كيتأقلم مع الوقت. شنو خلاك، كيفاش قدرت أنك تأقلم ولا تانتيغرا في المجتمع الألماني؟ أولا كتظن راسك أنك تانتيغريتي معاهم؟ واه هو أنت باغي تانتيغرا، يعني انت خصك عندك القابليه الرغبه والرغبه، قابليه والرغبه، الرغبه والقابليه، يعني باغي وكتقبل بال في المحيط ولا المجتمع، كتقبل بال زعما كتقبل زعما الشيء وقع وهذا، راه ظلام الحاره ماشي مشكل، ماشي نهايه العالم، تقبل الواقع، تقبل الواقع وتقبل الشيء وقع، شكي بقى شكي واقع، اما تقبل ولا هذا، يعني انت نهار بغيتي تجي ما شفتيش انت بدا راك ظلام الحاره الرابعه، يعني مشكلتك هذه، يعني واحد ودي راك كيما خاطرك كان عارف، ولكن الواقع حاجه اخرى، ملي كتجينا كيقول لك اه ترى البرد اصاحبي راه فعليا البرد، اولا كيقول لك الظلام، ولكن شنو اول ما شنو التعريف ديالك الانتيغراسيون، شنو هو التاقلم بالنسبه لك، شنو التعريف ديالك الانتيغراسيون، التاقلم في واحد المجتمع، التاقلم في واحد المجتمع كيجيني انا، وهو بعد ما كنتي في المغرب عايش فواحد لو كادر وهذا، وخصك اللي جيتي فواحد البلاد جديده، خصك كيف كنتي عايش خصك تحاول تستمر في هذاك المستوى المعيشي ديالك، وتحاول تفهم حتى الدوله ديالها، القوانين ديالها، تفهم اللغه ديالهم، تفهم كيفاش كي زعما المساطر الاداريه وهذا، كيفاش الاداره، كيفاش تاخذ ورقه، كيفاش هذا. انا هذاك الشيء فاش جيت انا لقيت داك الشيء مع كورونا، كان داك الشيء ديجيتاليزي بزاف، ما
ما كانوش كيخليو الناس يجيو، مش بحال المغرب راك عارف، باش تقضي شي غرض خصك تمشي انت براسك تاخدي غرض وتجيب القاد ديالك باش يطبع لك خوناك عارف وش على الطابع وش على الطابع. اجي اليوم يدفعوا. فوالا باش تفهم كيفاش تدخل وتخرج. مثلا بحال خصك بير من المغربي ما كيتعرفوش بيه هنايا خصك تعاودو، كاين بزاف د الحوايج. تشوف بحال مثلا الا كنتي باغي تقرا تشوف الدبلومات ديالك واش تقدر تقرا بالدبلومات ديالك ولا خصك تزيد تقرا، كاين بزاف د الحوايج اللي خصك تاخذ مع الاعتبار واللي كيخلوك باش انتيغرا. هادي غاسو كاجيني هادي كنتي خدام في المغرب بواحد المستوى وجيت هنايا بحال ما خصك تعاود من زيرو وغتستمر في داك التران ديالك ديال الحياة ديالك وغتخدم بخير ولا خير وكت توفر نفسك ولا زوجك ولا عائلتك داكشي اللي خاصهم هادشي اللي كاين. كنظن ان انتقلم انتيغرا ولا تأقلم في المعال خصوصا المجتمع الالماني سهله ولا صعيبه؟ اش غادي نقول لك، كنظنش انا كيجيني صعيب باش نتأقلم مع الالمان بخلال التجربه ديالي. الا كنتي كيف قلتي نتايا كتقبل الواقع وكتفهم الناس وكتفهمهم وكتفهم حتى التجارب ديالهم و التاريخ ديالهم التاريخ ديالهم، راك عارف دوله عاشت حرب عالميه كانت تخربات وهذا وبنات راسها براسها باش ولات اول قوه اقتصاديه في اوروبا، و خصك تفهم حتى المشاكل اللي كيعانيو منها وفي الماضي وفي الحاضر خصك تفهمهم. وكاين الخيب وكاين الزوين واي حاجه خصك تستفاد منها و ماشي كاين ما جاليش انايا جاك صعيب انك تقلب واش تقدر فلوس 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 كيجي انا جاني صعيب بطبيعه الحال انك دوله جديده وانا كنت كنعطى حتى سياحه عمر ما كنت جيت لها. جيني عمرك شنو فكرت انك ترجع للمغرب في ديك ديك الشهور الاولى اللي جات صعيبه ولا كيجيك في الاول واحد الشك الشك جيم كيدير واحد الشك اللي هو كندو لرجوع للثقه في النفس في الاول فاش كان المشاكل كورونا وهذا ويسا ما كتكونش عند اللغه وحتى بالنسبه للخدمه وهذا ديك الساعه الانسان ما كانش كيتلاقى مع الناس ما كاينش احتكاك وهذا الانسان كيجي واحد الشك فينا واش انا قادر فعلا نتاقلم مع هذه البلاد ولا لا. زين حتى واش القرار كان صحيح واش القرار كان صحيح وهذا كيكون كيبدا كده واحد الشك، ولكن الحمد لله فاش كتفوق عليه وكتخدم على راسك وتطور راسك وانا مثلا كنت كنقرا في انترنت وكنزيد المهارات ديالي كنطور ما خليش داك الشك يكبر انا ما خدمتي عليه مي خدمت عليه وحيدته دخل حطيته دوك كتشوف انت سير ريح نخدمو ما ساليش ليك دابا عندي واحد الاهداف باغي نوصل ليهم فهمتيني. وبيان سور ما كنحطش في بالي كيف قلت لك في البدايه بان راه نهايه العالم المانيا راه ماشي عباره على غدا غدا برجع المغرب ورجع المغرب تمشي شي دوله اخرى تمشي دوله اخرى ماشي ولا مشكل خليت انا كتشالنج خليت كتحدي فهمتيني. كنت كنسمع بان المانيا من اصعب الدول تنتقل فيها الواحد وهي بصح المانيا من اصعب الدول تنتقل فيها الواحد خصوصا الواحد اذا ما كانش دارس اللغه وما كيفهمش مش بحال انا كنا كنخدموا مع فرنسا بزاف وهما شويه ديفيرون على الـ على الـ على الـ على الدول الاخرين كتفكير وهذا اللي ما عندهمش هذاك الشيء انه منك شيء ديريك انا نقدر نقولوا من الحوايج اللي يخليك تساعدك تقنع في المجتمع الالماني هو انك تفهم الثقافه ديالهم بعد اصلا تديري تفهمهم تفهم طبيعه الحال خصك تفهم الثقافه ديالهم وتحاول تتاقلم مع الاوضاع كيجينا انا هو شنو حط لواحد اهداف شنو انت باغي وشنو عطيتك اهداف فهمتيني واش باغي تاخذ من الناس تعلم منهم تستفد منهم تفهمهم تانتيغرا معاهم راه غادير هادشي راه تخرج تمشي جامعه تمشي المكتبه تمشي الكافي تحاول تتعرف على الناس تحاول تستفد منهم وكل واحد كيلاقيك بواحد وكل واحد كيوريك واحد شتي يعني هذا تعرفتي عليه كيوريك واحد الطبيب كيعرفوه يوريك هذا واحد استاذ جامعي كيعرفوه وكدير واحد النيتورك ديالك واحد
واحد الشبكه اللي كانت لانتوراج اللي هضر يعني لانتوراج. في اللو ان لك شبكه ولا لانتوراج اللي في المغرب حتى هو راه مهم هنا، غير هو ربما تقدر شراكه واحده ديرو، اخرى. تقدر ديرو، تقدر هذاك اللود نيتورك راه حسابك انت، هذاك الشيء انت منفتح وكتقبل الناس وتقبل اختلاف التقاليد والحضارات، هذا خصك تفهم بزاف، تفهم كيف بغيتي تفهمهم انت همايا، وتعرف على الناس وما تبقاش واحد يبقاش ساد عليه ولا هذا. يعني خرج وتحاكم مع المجتمع. ضروري خروج تحاكم المجتمع، انت جيتي في المجتمع جيتي باش تقلم، عندك اهداف يعني كيف كتبقى ديما واحد جا حاط الاهداف ديالو، كاين اللي جاي شنو باغي باغي؟ يعقل باغي ياخذ ديالو باغي يرجع رجع. المغرب مثلا، كاين اللي باغي يتاقلم مع هاد البلاد باغي يبقى معاها كاين باغي اللي كيشوف يستغنى. راسو انه يجي هنا وبغى يعيش هنا كاع في المانيا صافي كيمشي في ذاك صحيح، القضية. وكاين اللي قال حط في بالك الفكره دي باش يرجع المغرب وبالعكس ارتاح هنا لقى راحته، زيد لقى داكشي اللي بغى مرتاح وهذا، وفي الاخر بقى شوف شوف شوف، تنصح شي واحد اللي بغى يجي لألمانيا؟ والله اللي شي واحد بغى يجي لألمانيا يجي يا خويا لألمانيا، ولا تجي لألمانيا. أرض الله كبيرة، وأي واحد مكتب عليه شي حاجة بشي بلاصة راه غيوصل ليها، وخص يكون هو باغي ووصل وخدم على راسو باغي يجي ألمانيا. نقدر ننصحو يتعلم اللغة، ولكن هو مازال في المغرب وعندو الوقت مازال يقرا اللغة، يتقنها مزيان، توفر عليه بزاف 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 الحوايج. وهادشي اللي نقدر نقول، أهم حاجة هي اللغة. زعما القراية راه إذا كان قاري تماك راه يقدر يجي يخدم هنايا، ولا باغي يجي يعاود يقرا هنايا يعاود يقرا. كاينين بزاف الفرص باش يدير كلشي. فوالا، ما كيجيني انسان اهم حاجه هو يكون راسو عامر ويكون راسو مزيان، ما يجيش خاوي ويجي كيتسنى الشتا زعما فلوس طيح عليه، ولا عليك عندهم افكار اللي كعارف اللي اوروبا فيها الفلوس وهذا، الافكار الخاويه ديال السوشيال ميديا اللي كيشوف انستغرام وتخربيق. يا خصو يكون راسو ويجي عامر مزيان باش تلا جا هنايا يشرف بلادو ويشرف عائلتو اللي قراه وهذا، ولا قرا راسو وهذا ويشرف بلادو. علاش لا؟ دونك كيجي الانسان خصو ما يضيعش وقتو. طب شحال هذاك الوقت ديال شحال هادي؟ دابا ولا كلشي متوفر، كلشي موجود، تقرا اللغة كاين اللغة، الانترنت كاين كلشي. فوالا، الانسان خصو مبقاش يضيع وقتو ويخدم على راسو ويكون راسو. دابا ولات معلومة زعما متابعة الكومبيتيشن كتير، دابا كومبيتيشن كتير. ولات التنافس كتير، و سوتو الواحد اللي جاي ألمانيا، سوتو اللي واحد جاي ألمانيا ولا أوروبا بصفة عامة ولا خارج المغرب. علاش؟ حيت كيولي إنسان مع التنافس مع ناس من دول أخرى. العالم كامل أنا مثلا تقريبا. غير أنا بالنسبة ديالي، بالنسبة المثال ديالي فاش كنت كندوز أونتروتيان كانوا كيدوزوا معايا ناس من دول أخرى، مش بحال المغرب كنت نمس مع ناس في المغاربة اوروبا كامله، فهمتيني؟ العالم كامل ربما. ولا العالم كامل ربما، مع لو خدامي ريموت ولا خدامي هوم اوفيس، يعني انت كتنمس مع ناس مكونين في فرنسا، في ايطاليا، في المانيا، في سويسرا، في امريكا. انجليز يعني خص تكون السكيلز ديالك هاي ديال بصح، يعني خص تكون متساوي معاه ولا احسن منه. يعني خصك دير خصك عندكش وقت تضيع يعني اصلا. ما خصش تكون ضيعتي وقتك انك تنافس مع ناس قاريين في يونيفرسيتيز وعندهم ديجريز عالي من بصح ومستوى التعليم اللي يقراو فيه عالي علينا حنايا. بيان سور كعارف واخا هكاك كندير البابليك، بيان سور في المغرب كاين اليونيفرسيتيز اللي هما مستوى عالي، لانه لكن مش اغلب الناس يقدروا، مش اغلب الناس اغلب يقدروا يقراو في هادشي، لكن اليوم مع الناس اللي هو عادي متوسط و فوالا الطبقة المتوسطة. الطبقة المتوسطة ولاد الشعب وهذا، واللي باغيين يجيو وعندهم زعما فكره باش يجي، وحتى الناس اللي قراو في جامعات عليا خصهم ياخذوا بعين الاعتبار انه راه فوالا راه كتنافس مع ناس واخا هكاك في جامعات كبيره في امريكا. انا حتى الناس خدام معايا في امريكا، خدام معايا الناس في امريكا، الناس جو من امريكا خدام معايا في المانيا هنايا، يعني باش يعرفوا بانه فوالا راه كاين تنافس خصوصا مع الجلوباليزيشن، يعني كل شيء دابا راه العالم كلشي ولا كله جلوبال. جلوبال، يعني كل شيء دابا راه شي مع شي. يعني تقريبا صح خدام ريموت معك في الهند، واحد خدام معك ريموت في السينيغال، صح معك في الامريكان، يعني
خدم على راسك مزيان، واحد خصو يكون كون راسو راسك مزيان، مزيان. يكون راسو كلشي ولا موجود دابا. انا ما بغاش قاش داكشي ديال راه ما بغاوش يديروا لنا، ما بغاوش يديروا لنا، راه ما قراوناش، وهذا ما قراوكش يا سيدي. شوف كيفاش دير تقري راسك براسك براسك. ومتاح، شو معنى متاح؟ هذا يكذب عليك دابا كلشي ولا يا اما فابور يا اما بثمن ولا زهيد. اونلاين، دابا ولا داكشي اونلاين، دابا ولا فابور بالانترنيت بالكتوبه. انسان ماشي عيب يصور يستاشر مع ناس وصلوا ويمشي يدير شي حوايج في المغرب. الانسان تيقرا في الجامعه يمشي يدير سميتو انترشيبس ستاجر، هادي ستاجر مهمين كينفعو. واهم حاجه الانسان ما يخافش من 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 الفايدر ولا من الفشل، ولا من الفشل ولا عدم نجاح شي مشروع ولا شي تجربه. ماشي نهايه العالم، زيد قدام. راه الناس فشلوا بزاف في الحوايج، بزاف في المراحل وعاد وصلوا. و فوالا، ما ياخذش الفشل كنهايه الحياه. الفشل ياخذ خطوه للنجاح، وانا كناخذ، انا شخصيا كناخذ النجاح. يعني علاش استفدت؟ استفدت الفشل، استفدت، نجحت في واحد الحاجه. راه ليرنينغ بالنسبه لي. هذا النجاح ماشي هو نجيب معدل ونجح. راه بالنسبه لي راه بحال هذاك خديت سوا ديجري، ديجري ديال كيفاش كيفاش ما نديرش واحد القضيه مره اخرى. تعلمت كيفاش ما نديرش واحد الاخطاء اللي غنفيد بهم ناس اخرين. راه كيجينا نجاح. شنو هما نقدر نقول شنو هما الحوايج اللي تعلمتيهم، ولا الحوايج اللي ساعدوك في المانيا، ولا نقدر نقول السكيلز اللي تعلمتيهم ولا اللي ساعدوك في المانيا، ولا في الحياه على العموم؟ نهضروا في الحياه كاع بعد من المانيا، حنا نهضروا على الحياه. شنو هما الحوايج اللي ساعدوك في الحياه؟ واه الحاجه الرئيسيه هي ما نضيعش وقتي. راك عارف في المغرب كنقشو بزاف، كنضيعو الوقت بزاف القهاوي وهذا. كاش عندنا انا بعدا شخصيا ما كانش عندي واحد النظام، زين كان داكشي شويه عشوائي. زين راك عارف حتى الاصدقاء وداكشي يكون داكشي عشوائي. واحد ملي كيبغي يتلاقى بيك ماشي كيعطيك رونديفو ولا هذا، كيجي كيزق عليك. زين كيزق عليك ولا كيجي لك تاني مره تحس منك نزل الفلاسه كيدير لي هذا، كيجي صاحبك ولا هذا ولا هذا. حنا التقاليد ديال بحال هكا، خصها تكون زوينه بالنسبه لوحدين، خصها تكون خيبه بالنسبه لوحدين. مي فوالا، واخا هكاك هادي حياتنا، واخا عندنا ما نديرو، تقاليدنا هي هادي. نقدر ناخذ الناس الزوين، نقدر ناخذ الخيب الزوين، نتلاقاو بالاحباب والصحاب وهذا. نقدر نقول هنا ان اهل بالنسبه لهنا كنفتقدوها. فهمتيني راك عارف ما تلاقاش مع الناس بزاف، كلشي مشغول وهذا، الوقت محدود، الوقت كيطير بزاف. انا ما عرفتش علاش بزاف الالماني هنايا الاوروبا كيجيني الوقت كيطير. عندك المغرب، المغرب كيجيني عرفتش الوقت كثير، تسير الخدمه كتمشي تقهوى، تطيح مع الدار، تعاود تخرج عاوتاني للزنقه، تلقى مع صحابك، صحابك وتطلع مع جبتي وتفرج في فيلم. انا كيجيك الوقت كيدوز بحال في نص نهار المغرب. فوالا، دونك واحد ما ضيعش وقتو ويستافد بسبب جميع الاوقات اللي كيعيشهم. واش يستافد منه انا؟ هو واحد يكون منظم حياته و استفدت بزاف الحوايج بالنسبه للزوجه ديالي حتى هي. انا بحال كيف قلنا الاخطاء تيوقعوا، ماشي نهايه العالم. ما بقاش يستريس راسو، ما كنقول هادشي كاع نورمالمون كان خصنا نديروه حتى في عقليتنا وفي تقاليدنا. ما عرفتش علاش ما كنعيشوش هادشي. حاجه كنقولوا محبه، كنديروا قبه، كنضيعوا وقتنا في الخول خاوي وهضر خاويه. لا انا كنقولش على كنظن اللي كضيع وقته في الخول خاوي لانه ما عنده ما يدير، ف كيبقى شي حاضر شي قال لي هذا قال لي هذا. ما شنو يعني تقول على الانفايرمنت والمحيط؟ فهمتي دابا فاش كتكون مجمع بيك واحد المجموعه اللي هي نقولوا مجموعه فارغه، ما تفيدك بوالو ولا كثرتي منها بزاف، راه تبقى خاوي. فهمتي؟ راه تبقى كضيع الوقت. بدل المحيط، الا بان لك المحيط ديالك ما خدامش المحيط والمجموعه ما صالحاش ليك والاهداف ديالك هي غرجوا. الا عندك اهداف بيان سور باغي توصل، فهمتيني؟ وكتبغي دير اكشنز، يعني كتبغي دير شي حاجه باش تبدل داك الشيء، راه توصل داك الشيء. كتوصل ليك خصو في المغرب ولا خصو ايور، فهمتيني؟ فهمك شي حاجه. دونك فوالا، الانسان يحط الاهداف ديالو ويحاول ديما يراجع نفسه ويوقف ويدير بحال ما كيديروش مراجعه حتى هي. فهمتيني؟ ريفليكشن زعما نجي نجلس بحال السيمانه ولا هذا، ولا ندير مع الزوج ديالي ولا كذا السيمانه ديالك، شي حوايج زوينين شي حوايج هذا.
شنو نقدروا نديروا حتى السنه الجايه، شنو لك بروغرام، ونحاولوا نضمن الامور ونراجع نفسي مع نفسي كده. السيمانه ديالي كنت مزيان بخير، عانيت فيها ما عانيتش فيها، شنو نقدر نبدل. المهم بحال الحوايج تاخذهم كروتين يساعدوك في الحياه ديالك، واللي تا هما فادوني واستفدت منهم بزاف، واللي عاوني حتى في لي زونتروتيان. فهمتيني كنحاول نريح مع نفسي، نحاول نجزيل ونقيد. فهمتيني هذه حاجه كاس يا صاحبي، شد بيس ونريح. وهذا شنو درت زوين شنو ما درتش زوين، بحال صاحبي فاش خطأت، وهذا ماشي عيب. الزوجة اللي خطأت في حقها مشي عندها وقول لها سمحي لي، ولا نبوس لها راسها، ولا وهذا ماشي عيب، ولا كادو باغ سي مون كادو. عارف انا ما كيبغي والو، انا راه كلمه طيبه فهمتيني، راه كلمه زوينه، راه كلمه حسنه. ولا شفت واحد تبوس لي راسو ولا تبوس لها راسها، ولا مره الزوجه تبوس راجل راسها، ما فيه عيب. انا كيجيني بعض المرات هذا الشيء كت ديسربتيف فهمتيني، يعني كتحاول تشيكي واو يعني كتجي لا كتجي العكس زوين زوين فاش كان صاحبي واو ماشي صاحبي واحد تخاصمو واه ما بقاش يهضر مع بعضيه. هذا هو زعما بروسيس كلاسيك بروسيس، يعني ما بقاش يهضر مع بعضياتنا، وانا سمعت واحد كل واحد يهدي الله، ماشي لا على باش ناخذ مبادره ونشدو وعلى تهدي الله قوه كل شيء ماشي واحد ولا شيء واش العائله واش العائله يجي يصالحوكم ولا هذا. ماشي انا نمشي ناخذ مبادره بحال كون ديسربت، بحال كان شي حوايج ما كيديروش الواحد. بحال نعطي الاكزامبل، وكا هي هما نقراو في الكتوبه ونقراو في نشوف في الافلام ونشوف البرامج، ما كنديرو والو. غلط ديالهم ما كنديروش اكشنز، ما كنديروش، ما كنفعلوش، طبقوا داكشي اللي كنسمعوا وكنبقاو نشوفوا يخرج مع الشارع ما قريت والو. مي شي كلمة الناس اللي كيشوفوا هذا البودكاست بغاو يجوا ألمانيا، سواء جو قرا ولا خدموا ولا زواج ولا يبدلوا الانتوراج ديالهم ولا جو تجربة وخايفين أنهم يبدلوا البلاد ولا خايفين أنهم يبعدوا من عائلتهم ووالديهم، شنو بغيت تقول لهم؟ أول حاجة كنشكرك بعدا على هاد الفرصة اللي نديروا هاد البودكاست ونشاركوا التجارب ديالنا ونفيدوا الناس ونفيدوا بلاد بلادنا والشباب والشابات وكاع الناس اللي باغيين يجيو بجميع فئات العمر، ونشاركوا التجارب ديالنا ونحاولوا ياخذوا منها داك الشيء اللي يفيدهم والعبرة. وهادشي مزيان فكرة زعما كان لقيتها عندك ما شفتهاش قبل. انا نقدر نقول لهم فوالا انسان عنده شي طموحات وشي حاجه باغي يديرها، الانسان ديما خاصو يركز على الاهداف ديالو وما يخليش الحوايج البساط اللي يركزوا ليها يشوشوا ليها الاهداف ديالو وعلى اش باغي يدير اش باغي يوصل، ويخدم على راسو ديما يسيطر راسو. مابقاش ديك الوقت ديال الانسان كيضيع راسو، دابا الوقت دابا كتجري بسرعه، دابا راك شي دابا التكنولوجيا اللي ولا دابا في العالم كامل، راك دابا كشي تشات جي بي تي ولا داكشي روبوتكس الاي اي دخلات ولا داكشي غادي بواحد السرعه خياليه. انسان اوسي تا هو يحاول يكون سعيد ويكون مرتاح مع نفسه مع وليداته مع الزوجه ديالو مع والديه، يحاول يستافد من الاوقات اللي كيعيش. باغي يجي لاوروبا، باغي يجي لالمانيا، ولا باغي عنده شي اهداف، يحاول يخدم على داكشي. مابقاش يضيع وقته، يحط واحد البروغرام يخدم عليه، مابقاش داكشي العشوائيه، مابقاش العشوائيه، ينظم راسو ينظم حياته. وداكشي كيتعلمو كيخليه باش كيشتغل كيكون كيشوف كيلقى راسو منظم. مورا اش نقدر نقول لهم؟ ولا بغا خدم شي حاجه بطبيعه الحال يتواصلوا معاك انت يا كاين شي اسئله اللي نقدر مثلا حتى انا اللي باغي نوجههم لينا غنساعدهم فيها ونجاوبوهم. ولا شي بودكاست هذا اخر نقدر ندير شي بودكاست تاع هذا فوالا، عندهم شي اسئله خاصه نقدروا فوالا ندير لهم مثلا انت يا شي نقدروا نساعدهم كتيم على حسب الاسئله اللي كيسولوهم. طبعا كنظن هذا هو الهدف اللي بغيت نساعد الناس بحكم التجربه وصافي. ويتوكل على الله وامور كتيسر، هادشي اللي هذه التجربه ديالي وهادشي اللي كان الميساج اللي نقدر نقول. اوكي مهدي شكرا بزاف اخويا، نهايه الحلقه بارك الله فيك زوين بزاف. شكرا بزاف، شكرا بزاف على الوقت ديالك. عارف احنا الوقت ما كاينش، انا اكثر حاجه كنعاني من الوقت. شكرا بزاف على الوقت ديالك.
و ميرسي، شكرا بارك الله فيك. فين نشوف من 10 سنين؟ من 10 سنين؟ والله ما اعرف شو ما عنديش انا هيك عيش من 9 نهار بنهار نهار بنهار صعب ان شاء الله. تبارك الله عليك الساتش وشكرا بزاف. الله يبارك فيك.